خلينا نتكلم على النادي الأهلي، ودايما كنا بنتكلم على التطوير في المشروعات وافتتاح مشروعات جديدة. شيء جميل جدا انك تفتتح مشروع، سهل جدا انك بتقص الشريط وتفتتح مشروع، لكن كمان انك تتابع هذا المشروع وهذا التطور، وانك بتقف على كل الديتيلز المعينة لإنهاء المشروع في السكادجول او في التايمنج المعين، ده مهم جدا. والنهارده الكابتن محمود الخطيب كان حريص جدا على اجراء جولة، طب يعني بيشوف الاخبار ماشية ازاي في اهلي، نادي الاهلي في فرع الشيخ زايد، بيطمن على كل اعمال التطوير، بيتابع كل صغيرة وكبيرة بالنسبة لإنجاز المشروعات داخل القلعة الحمراء، استكمال ثورة التطوير زي ما بنقول، التطوير الإنشائي. فرع الشيخ زايد بيشهد حاليا إنجاز مراحل متقدمة جدا في مجمع الاسكواش وصالة الكاراتيه والجمباز ومجمع البنوك. كابتن محمود الخطيب دايما زي ما بيقول حريص جدا على إجراء الجولات ديت في الفروع الثلاثة بس، مش في مدينة نصر بس أو في الشيخ زايد، لا حتى في الثلاث فروع للنادي الأهلي، بيتابع كل صغيرة وكبيرة المشروعات الإنشائية الخاصة. إن عارفين طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي دايما حريص كل الحرص على إنهاء تطوير المشروعات في وقت قريب طبعا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية. وزي ما بقول لك يا سهام، ده المهم، إن احنا بنفتتح بنطور، لكن كمان متابعة المشروع وإن احنا نخلص المشاريع في أوقاتها طبعا لخدمة طبعا أعضاء الجمعية العمومية، ده مهم جدا. وكابتن الخطيب ومجلس الإدارة حريص على الكلام ده، بتتابع المنشآت وبتتابع على مستوى التوقيت كمان. صحيح. الفترة الزمنية اللي حددها يمكن مجلس الإدارة حريص كل الحرص أنه تكون on time، تكون في التوقيت المناسب، التوقيت اللي حدده في اجتماعات سابقة. فمجهود رائع زي ما حضراتكم شايفين أهو.